ما حكم التبرع بالأعضاء؟ هذا السؤال 13. ما حكم التبرع بالأعضاء؟ والسؤال الذي يليه: ما حكم بيع أعضاء الشخص الميؤوس من حياته؟ حكم التبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء من حيث الجملة أبين قاعدة فيه، وهي أن الإنسان لا يملك أعضاءه، أن الإنسان لا يملك أي عضو من أعضائه حتى يتصرف فيه، وأمانة من الله سبحانه وتعالى يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. أنت تبيع وتتبرع بما تملك فقط، أما أن تتبرع بملك غيرك فذلك كله لا يجوز، هذا هو الحكم العام. لو كان التبرع أو لو كان الإنسان يملك حياته أو لو كان الإنسان يملك أعضاءه فإننا لن نجد النصوص الشرعية التي تجرم الانتحار، التي تجرم الاعتداء على النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجأ نفسه بحديدة، يريد أن يتخلص من الحياة، من وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا، لأنه قتل نفسه. لماذا يخلد في نار جهنم؟ لأنه لا يملك نفسه. وهكذا الصحابة الذين أفتوا صحابيا معهم في شيء من الغزوات في ليلة باردة، أفتوه بالاغتسال في ليلة باردة شديدة البرودة، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، لأن هذا التصرف منكم لا يجوز، وقتل لهذه النفس. لذلك نقول إن الإنسان لا يمتلك أعضاءه حتى يكون له الحق في بيعها أو التصرف فيها. بقي أمر، وهو أنه إن كان هذا العضو، إن كان هنالك، إن كانت حياة إنسان آخر رهينة بأن يتبرع له أحد من الناس بعضو فيه، هل يصح أو لا؟ ليس من باب المعاوضة، ليس من باب البيع والشراء، وإنما هي من باب حفظ نفس أخرى. في الإيثار في يوم أحد مثلا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هنالك عدد منهم أصيبوا في المعركة، معركة أحد، وهؤلاء الذين أصيبوا جيء بالماء لأحدهم فسمع أنينا من آخر فقال له: اذهب إلى أخي فلعله أضر مني. وهكذا توالت إلى عدد من الصحابة، إلى أن رجع الذي عنده الماء إلى أول شخص منهم لأنهم رفضوا أن يشربوا قبل إخوانه، فوجده ميتا ووجد البقية أيضا ميتين. هذا إيثار من هؤلاء لإخوانهم، لكن هذا الإيثار الذي ضرب به المثل لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هو في شرب ماء خارجي. أما أن يدخل الإنسان متسببا، أن يدخل الضرر على نفسه متسببا، فهذا كله لا يجوز. لذلك الفقهاء الآن قالوا: من باب إحياء نفس ميتة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحيا نفسا ميتة فكأنه أحيا الناس كلهم. فلذلك قالوا: يمكن حينما لا يتضرر الجسد بالتبرع بعضو من الأعضاء بإزالته، لا يتضرر جسد المتبرع، لا تؤثر عليه بشيء، يمكنه أن يسعى لإنقاذ حياة آخر. وهذا لا يتحقق إلا في الأعضاء التي تكون زوجية في الإنسان، كالتبرع بالكلى مثلا، الكلية يتبرع بها الإنسان إلى غيره ويبقى بكلية واحدة يمكن أن يعيش، هنالك أناس كثيرون يعيشون بكلية واحدة، فهذا نفس التبرع لا يضر به. فإن أعطى أخاه وأنقذه، أنقذ له حياة، أجازه العلماء الآن وقالوا إنه ليس من باب أنه يخرج شيئا من جسده إلى ملك غيره، وإنما من باب إنقاذ نفس أخرى. فلذلك يجوز التبرع بالكلى في مثل هذا الحال ما دامت الكلية الأخرى تعمل وليس فيها شيء. هكذا إن كانت هنالك أعضاء أخرى، إن كانت هنالك أعضاء تؤدي إلى انتقال شيء من الأوصاف من الجينات وتؤثر على الطرف الآخر، فهذه كلها لا تجوز. إذن التبرع بالأعضاء مشروط بهذا الشرط، أن لا يكون
هنالك ضرر على المتبرع. الأمر الثاني أن لا يكون هذا التبرع بعوض بمبالغ. لماذا؟ لأنك لا تملك جسدك حتى تبيعه، لذلك لا بد من أن يكون تبرعا محضا وليس بمقابل، والله تعالى أعلم. حكم بيع أعضاء الشخص الميؤوس من حياته، قلنا إن البيع للأعضاء لا يجوز، هذا تجرمه الشريعة وتجرمه كل القوانين الموجودة الآن، وتعده من باب ما يتعارض وتكريم الإنسان. جمعيات حقوق الإنسان والتشريعات في العالم كله لا تجيز البيع للأعضاء، وهذا الإنسان إن كان ميؤوسا من حياته فأيضا لا يجوز له أن يبيع شيئا من أعضائه، ولا يجوز لورثته أن يبيعوا شيئا من أعضائه، والله تعالى أعلم. فالعلة في ذلك أنك لا تملك هذه الأعضاء حتى تبيعها، والله تعالى أعلم.